الماية اللي كاين فيها، ليزاكتيفيتي الاخرين اللي كاينين فيها، الطريقه ديال التفكير ديالو. يعني ان المشكل راه ماشي غير كما شفتو انا، خصني يعني ملي غنكون مثلا غنختار الفئه المستهدفه ديالي هي التلاميذ. حنان الرفاعي، انا مؤثره مع المركز المغربي للابداع والمقاوله الاجتماعيه، وجيت هنا اليوم في اطار الدورات التكوينيه اللي كدار للطلبه اللي مشاركين في تمكين انيشاتيف، باش نبداو نفهموا شنو هو المقاوله الاجتماعيه وكيفاش نقدروا نحددوا المشاكل نقدروا نخدموا عليهم من بعد باش نديروا المشاريع ديالنا. الحل اللي يوصلني للوبجيكتيف ديالي، الهدف ديالي، تو سامبلومون انا مثلا باغي نولي انجينيور ديال كذا. دابا ما غاديش نقدر نوصل لهذاك لو بوين، لان كاين هذا المشكل وهذا المشكل وهذا المشكل، اذا خاصني نحددهم مشاكل بلا ما نقول لا بي ولا اسماء ولا تلمد ديال ثانويه بدر. هما تلمد جايين من منطقه مهمشه لمدينه اكادير، وهما متحمسين بزاف لهذا المشروع ديال هذا التكوين، لانهم هما واعيين بالمشاكل اللي كيعانيو بها ومنها، واللي يعني كيحاولوا انهم يلقاو لها حلول. ولكن المشكل اللي كيعانيو منه هو غياب واحد الحس مقاولاتي اللي يخليهم انهم يحددوا بدقة المشاكل ويلقوا لها مشاريع مدرة للربح. نحاول نفهم، غنركز على مثلا نركز على المشكل ديال النظافة. المشكل ديال النظافة في قلة النظافة في هاد المرافق. إلا جينا نسولو علاش هاد المرافق السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم رضا العلوي، عضو من جمعية جيل الخير والمشرف على مسابقة تمكين انيسياتيف تمكين بمدينة أكادير. هذه المسابقة تمكين اللي هي وصلت للسيزيام إديسيون ديالها، والأول مرة تكون في أكادير إن شاء الله. يعني البيوت ديالها هو لونتربرونيا سوسيال، المقاولات الاجتماعية، وزارة ثقافة المقاولات الاجتماعية عند ليزيلاف الدراري ديال السانكيام أني. هاد البروجي اللي كيكون على شكل كومبيتيسيون على شكل مسابقه وطنيه، باش نحاولوا نجدوا اكثر عدد ديال الناس اللي من خلاله الدراري كيطلعوا على المفهوم ديال المقاوله الاجتماعيه، وكيحاولوا من المنتوغاج من المحيط ديال المؤسسه ديالهم يخرجوا مشكل ويلقاو له حل. هاد الحل هذا هو اللي خصو يكون حل عباره عن يشبه مقاوله اللي كدير واحد الدغل وكتحل داك المشكل الاجتماعي اللي بالمحيط ديال التلاميذ ولا الاساتذه ديالهم او المدرسه ديالهم بشكل عام. ان شاء الله كما كتشوف معنا اليوم سي لا بروميير فور او الفورماسيون الاولى ديال مسابقه تمكين اللي الاستاذه كتقدم للاستاذه حنان، اللي هي كتهدف للتعريف بالمقاولات الاجتماعيه. ان شاء الله ومعنا كاينين دوطخ فورماسيون، كاين لا فورماسيون الثانيه ان شاء الله ولا فورماسيون الثالثه. ابخي كتكون واحد الفورماسيون بالنسبه للاباء ديال التلاميذ، باش يعرفوا ولادهم شنو كيديروا، وهذا البروجي اللي خدامين فيه راه فعلا شي حاجه مزيانه اليوم هنا لقدام. وكاينه فورماسيون للاساتذه والاطار ديال المدارس اللي غتكون ان شاء الله في 28 في شهر ابريل في مدينه الدار البيضاء او مدينه الرباط. من بعد فملي كيختاروا اللي سياد البروجيات ديالهم، كتكون هناك واحد الانتقاء على صعيد المدينه اللي غيكون ان شاء الله في الاخر ديال الجوان بين ثلاث الثانويات المشاكل معنا، اللي هي ثانويه بدر في بن سركا، وثانويه الخليج في انشا، وثانويه محمد الدرفوفي في تيكيوي. ان شاء الله من بعد كتكون لا كومبيتيسيون ناسيونال ان شاء الله، اللي غتكون في نوفمبر ان شاء الله الجاي.